بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الكتاب وفاتح الباب لمن أراد الاقتراب. صلاة ربي وسلامه على النبي العربي العبد الأواب وعلى أصحابه والآل الأنجاب ومن لف لفهم وانتحى صفهم إلى يوم المآب. نتابع انتهينا إليه من الفصل الخامس الذي عقد لمباحث الثلاثة: الجمع وتكملة الرسم بالنقش والطمس. ثالثة جزئياته كما قال قتادة: بدأوا فنقصوا ثم خمسوا ثم عشروا نقص ثم أكملت التجزئة فيما سمي بعلم التجزئة ومن علوم المصحف. حديث في هذا الفصل قلنا الذي له صلاح بما في الفصل قبله، لأنه الإنسان يقرأ إذا نزل القرآن السبعة فبأي حرف منها كتب يبقى الإشكال مستمر وينفصل، يبقى دائما كتب ببعض الحرف قرئ ببعضها فكيف كتب؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم على آله قرأ القرآن وحفظه وردده، وكالمعول على نقل القرآن في نقل القرآن على حفظ السطور وهي الأصول الأولى. أما كان لأن الأمة التي نزل في الكتاب كانت أمة حافظة ولها ذاكرة سيالة، كانت لا تعنى بالكتابة وليست فيها الكتابة مشتهرة، لكن قال قلة كانوا يعيبون أحيانا الذي يكتب كل ما سمع، حتى قالوا لا يكتب إلا ما ينبغي أن يكتب ولا يشكل إلا ما يشكل. كل هذه الأشياء كانوا على نصيب عظيم من وعي الصدور. وحديث ذكاء العرب وحفظهم بالصدور شعير في الحديث وفي وصف أمة النبي صلى الله عليه وسلم بأن أنا جيلهم في صدورهم. هذا الحديث صحيح، أنا جيلهم في صدورهم. في صحيح مسلم قال الحديث القدسي: منزلني مبتليك ومبتلي بك ومنزل عليك كتاب لا يغسله الماء، معنى لا يحتاج إلى كتابة فيغسل، هذا محفوظ بالصدر تقرأه يقظان ونائم، لأن الحافظ نام القرآن في صدره، استيقظ القرآن في صدره، نطق به أو لم ينطق فهو حافظ له، مزية الحفظ. وكان الذين حفظوا الوحي في أيدي النبي صلى الله عليه وسلم كثرة كثيرة، وما جاء في النصوص من حصرها هذا كل بيان الأوائل حصر الابتداء، كما في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بخمسة، وجاء خمسة اللي كانت هذه أعلمه الله بها في الابتداء، ثم انتهت إلى 70 أو قريبا منها كما في كتب الخصائص، أعلمه الله بكذا. فكان خذوا القرآن من أربعة، ومن شاء التبين هذه سلف يرجع إلى معرفة القراء الكبار الذهبي والذي صدر بالحفاظ من الصحابة كثرة. ويؤيد ذلك أنه بمجرد ما جاءت خلافة الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت غزوة اليمامة، لأن خلافة أبي بكر لم تدم طويلا قريبا من سنتين 18 شهرا وبعض أيام، ومع ذلك لما وقعت معركة اليمامة مات فيها من القراء ما يقارب 70 أو عند بعضهم 700، كان في هذا الإحصاء نظر 70 قارئا. حتى خشي عمر على القراء وبالتالي على أن يضيع بضياعهم أو يفوت بفوتهم بعض القرآن، فكان أن أشار على أبي بكر بكتابة المصحف. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى القرآن سماعا ويعيه قلبا وصدرا، ويأمر الصحابة باش بقراءته وكتابته، وفي الحديث الصحيح: لا تكتبوا عني غير القرآن، بل قصرهم على نقل القرآن في الابتداء حتى تميز كل ذلك وأمن من الاختلاط، فأذن لهم في أن يكتبوا غير القرآن. وكان صلى الله عليه وسلم ما نزل من القرآن نازل من الوحي
إلا ودعا إليه أحد الكتبة، فكان كتاب الوحي كثرة أيضا، وقد أنهاهم بعض كتبة النبي أو كتاب النبي إلى 40، وخصهم المحدث الهنج برسالة صغيرة اسمها كتاب النبي، فيهم كتاب رسائله وفيه كتاب الوحي والرسائل، كان يدعوهم. ومن أظهر ذلك ما جاء في السنن من النبي صلى الله عليه وسلم مما نزلت عليه سورة النجم، ويظهر أنها نزلت من السور التي نزلت بتمامها. وسجد صلى الله عليه وسلم يقول الراوي لما قال ما نزلت دعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا أو قال ادعو إلي كاتبا، فجاء بالدواء والقلم فكتب سورة مملاة منه صلى الله عليه وسلم عليه، يقول حتى إذا بلغ السجدة سجد صلى الله عليه وسلم فسجدت الدواة والقلم. يقول الراوي رأيت الدواة والقلم يسجدان، فسجدوا لله واعبدوا في خاتمة سورة. فقالوا ادعوا للكاتب إثر نزولها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعقب النازل بالكتابة، ولكن المكتوب الكتب القرآن كله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أنه كتب كله وبرعاية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يكتب بأقلام مختلفة وعلى مواد مختلفة، وكان يكتب على الأكتاف وقطع الأدم واللخاف، سيد العاقب محمد العاقب رحمه، وكان يكتب على الأكتاف عظام العام التي كانت وشيعة، عظم الكتف الوشيع كان من اللوح الذي يمكنه أن يتحمل الكتابة عنده. واللخاف جمع لخفة، وهي صفائح حجارة رقيقة بحل لوحة الخشب. وقصع الأدم جمع أديم جلو الرق في رق، الرق بالفتح، الرق الذي هو الجلد الرقيق الذي كان كما في رق الغزال ورق الجلود التي تحمل الكتاب. فكان يكتب على مواد متيسرة، قرآن متيسر نزل باليسرى، ويكتب على مواد الكتابة بأقلام مختلفة من كتابة الوحي. فإذا القرآن مكتوب على مواد مختلفة، ولكنه لم يجمع في مصحف في عهده صلى الله عليه وسلم، لم يجمع القرآن في مجلدي على الصحيح في حياة أحمد للأمن فيه من خلاف ينشأ وخفة النسخ بوحي يطرأ. هذا هو الذي منع من جمعه في مصحف، أولا لاحتمال ارتقاب نزول ناسخ ينسخ اللفظ، كيف غادي يكتب يدنه بكتابة مصحف ثم ينسخ، لا يتنافى مع احتمال طروء النسخ واحدة. وثانيا لأن الأمن من الاختلاف سببه هذا اللون، يقول سيدي الله أنا لم يبلغني خبر نسخ ويحتفظ بنسختي، فيكون سبب هذا لوجود خلاف في المكتوبات من يد الصحابة. فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه في مصحف، وإن أذن في كتابته وأشرف على ترتيبه، وهذه من مهام النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة والخطيرة، لأن الوحي نزل ترتيب النزول غير ترتيب الأداء أو الترتيب في المصحف، ترتيب المصحف ترتيب نقول النزول وترتيب الوصول كيف وصل إلينا. فهذا ترتيب النزول اللي كان بحسب الوقائع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا آية كذا في موضع كذا، وكان ينزل عليه الوحي فيقول هذه الآية في موضع كذا، فيرتب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا عندي هذا من صور الترتيل التي كلف به النبي صلى الله عليه وسلم، ورتل القرآن ترتيلا في الأداء فقط حتى في الوضع، هذا نوع من الترتيل كلف به النبي صلى الله عليه وسلم هو ترتيبه الوحي. فإذا كان ترتيبه في الصور ترتيب الآية توقيفيا قطعا، وترتيب الصور توقيفي في الغالب وإجماعي في التتمة كما سنبينه إن شاء الله في مبنى. إذن لم يجمع القرآن في مصحف في عهد رسول الله، وإنما جمع في السطر، وكان هناك حفظة يحفظونه على ما سمعوا من رسول الله مرتبا على ما سمعوا. قال الإمام مالك وقد سئل وهذا في الموسطى كيف ألف القرآن، يعني كيف جمع، قال على ما سمع منه صلى الله عليه وسلم، أنا على المسموع
النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما نوها بجملة مبينة، الذي يدل على أن الترتيب التوقيفي، وهذا صنف فيه ابن الزبير الغرناطي كتابا من أجل الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يقرأها، وأسرار الترتيب قريب من هذا العنوان، أسرار ترتيب القرآن أو نزول القرآن وأسرار الترتيب. ابن الزبير الغرناطي شوفوا مؤلفاته، فيها كتاب يعالج هذا الموضوع وينصر مسألة التوقيف في الكل في الآية والصور. وفي حديث واتي الله بن الأسقع واللي فيه أعطيته السبع الطوال محل مكان التوراة، والمئون مكان الإنجيل، والمتاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصلي. وحديث كيف كنتم تقرؤون القرآن في سنن أبي داود، كنا نقرأ ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة، وفي رواية وثلاثة عشر، ثم نقرأ من قاف إلى آخر القرآن. فدل على أن هذا الترتيب كان معروفا عندهم. لم يجمع القرآن في مصحف ولا في صحف في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان مفرقا بالنسبة لمكتوباته لا لمقرؤه الذي كان محفوظا في صدور الصحابة. كان يأخذ القرآن عن فلان وفلان وفلان. إلى أن حدث ما يدعو إلى هذا اللون من ألوان الجمع الاحتياطي، وهذا الذي تنبه له عمر بن الخطاب الفاروق. وتعلمون من خصائص عمر في الفرقية أو في الفارقية أن الله أجرى الحق على لسانه وقلبه، فكان كثيرا ما ينطق بأمور تكون فاصلة ومفصلية في الحداثة الكبرى. وموافقة عمر صنف فيها ابن الجوزي له كتاب اسمه موافقات عمر، بل إن بعض التشريع نزل بسبب أسئلة عمر حورية. عمر فاروق رأى ما حصل للقراء في معركة اليمامة التي كان يقودها مسيلمة الكتاب، التي تصدى له أبو بكر الصديق هذا الأمر الذي ابتلي به الإسلام في ابتداء الخلافة. فنزله الصديق وقصع جابره وقتل في هذه المعركة، ولكن كانت ثمنه باهظا، قتل هؤلاء الكبار. فجاء عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر وقال له: أخشى القراء يستحر القتل بهم في المعارك القادمة، فإن ستكون كارثة ربما يرجع القرآن بضايع بعضهم. فقال له الصديق: إن الله حافظه. قال له الصين: الله حافظ الذكر، ونفعل شيء لم يفعله النبي والمئذن فيه. فخاف من أن يبتدع أمرا ليس له صورة ولا له فيه إذن مباشر، فظل يلح عليه فاروق إلى أن شرح الله صدره ففهم إشارة عمر فاروقية. والمسألة لم تكن لها صورة، فإن لها أصلا أكيدا، وهو الأخذ بسبب الحفظ الاحتياطي. وقل الله إن نحن نزلك وإن له حافظون لا يعني ترك الأسباب الحافظة. انتبهوا، الفهم في الدين إذا قرأت ضمانا ما من ربنا للعباد كضمان الرزق مثلا، ما من دم في ظل الله يرزقه، لا دائد نلم التخلي عن أسباب الكسب يجوز. وإذا قرأت ومن نصر الله من عند الله فين تضع وأعد لهم، فضعاف العقول يصطدم عندهم الأمر القدري بالأمر الشرعي. وشوف الكبار هالسلف، هذا عمر الفاروق، والذي بين قوسين ابتدع بدعا ذات قيمة، ابتدعها في صورتها لا في أصلها وسرها، لها أصول، ابتدع الديوان ما كانش، وكثير من أجهزة الدولة اللي يرجع إليها أمر الدين، حتى لا يقول قائل هذه الأمور في أمور الدنيا، يوم الله ارتباط البجي. بعد أن شرح الله صدر أبي بكر مشلج لإشارة عمر، دعا من؟ دعا الكفء،
والعدل، معناه من تتوفر فيه شرط الأهلية في التولية، الأهلية في الولاية، إدارة توليها أحد ما ولاية بشرطها، بغي أنت العسرت إن خير من استأجرت القوي الأمين، قوة كفاءة ومهارة، والأمانة جين وعجالة، هذه تصونه من الافتراء والكذب، وهذه تحفظه من الخلل، لأن غير المتقن يخل في الصنعة. سميناه بشرطي البراعة والوراعة. وشنا الشاطب رحمه الله تنبالا حين ذكر شرط اختيار الشبعة، قال تخيره نقادهم كل بارع فكرته وليس على قرآنه متأكلة، هذه وراعة وهذه براعة. استدعى زيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي إمام الفرائض، أفرد أمتي سيد تمسح الحديث، ثم مات، قال ابن عباس مات نصف العلم دفن، من أراد أن يرى كيف يدفن العلم فلينظر إلى زيد وهو يدفن كيف يشيع العلم. أو زيد وقال له بمنتهى الصراحة ووضوح: إنك شاب مقتبر ماشي شيخ، هم لأن الأمر أن الذي يريد أن يوليه إياه يحتاج إلى بذل، يحتاج إلى شبابية، إلى فتوة في الذي يتولاه، قوة في النسخ والكتابة والجمع، إلى الأمانة. إنك شاب لا نتهمك، في محل العدالة عندنا، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كاتب وحي، وأنا كاتب وحي، وكان حافظ، حافظ الوحي، كاتب الوحي، لا يتهم في دين، ليس عنده ضعف في البنية، شاب مؤهلات تولية كاملة، فاكتب لنا القرآن، تتبع القرآن، مش تتبعه من حفظك، أنا أعرف حافظ، تتبعه في المكتوبات التي كتبت بإذن رسول الله أو بين يدي رسول الله، توثق لنا هذا المكتوب، احنا لا نتهم المحفوظة كذا، توثق لنا في المكتوب، والذي يدل على هذا المكتوب لم يحتج إليه لكي يقرأ به، لم يكن يقرأ القرآن من المصحف أبدا. وعندنا من نصوصنا في مدونات الكبار: لا تأخذ العلم، لا تأخذ القرآن عن مصحفيين، ولا العلم عن صحفيين، وخذ من الأعيان. فمجالس العلماء منتجى ملائكة الرحمن، أو كما قال الإمام الجعفري رحمه الله. زيد هو الآخر يتوقف توقف صدق، فيقول: كيف تحملني على أمر ما عندي أنا فيه سند ولا إشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فضل الله يلحاني عليه حتى شرح الله صدره، لأن هذا الأمر مهم احتياطا وأخذا بالأسباب الحفظ، وأن هذا لا يتنافى مع الضمان، أخذوا بالأسباب لا يتنافى مع الضمان، اعتماد الأسباب باستقلال هذا كفر بالله المسبب، ورفضها إنكار لحكمة الله في وضع الأسباب. ومعتقد السنة وسط بين عدين، خذ بالأسباب فهي عزيمة، ولا تعتمدها باستقلال فذاك كفر. وفي القرآن نقرأ: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب إيه المتوكلين بعد العزم، قرأ الآية الكرام بسياقة المتوكلين بعد العزم، والعزم الأخذ بالأسباب المعزومة الواجبة في الباب. إذا عزمت أخذت بالأسباب فتوكل على الله، فاش في إثمار هذه الأسباب وإنتاجها ومباركتها، واجعلها من السبب البسيط يفيض الخير وتشجيجها، لأن الذي وضع الأسباب هو الذي أجرى المقادير، هو الذي دعاك إلى التوكل عليه حتى لا تكون أسير الأسباب ورقيقا لهذه الموضوعات. خذ ولا تعتمد باستقلال، هذه عزيمة في باب الأسباب، وهذه عقيدة في باب الحقائق.
ولا ندفع قدر الله بشرعه ولا شرعه بقدره. فهذا لون من مدافع فيه هو رفض لاش لكمال الله الذي هو إلى كونه عظيما وخارقا للأسباب، هو خالق للأسباب، فهذه ترعى بحكمته. وهذا الأمر الآخر يعول عليه، لأن تجد في بعض الأشياء أن يتمحض التوكل سببا كافيا، وذلك حين تعجز الأسباب أو تضيع أو لا تكون حاضرة، فيكون سببك هو أن تؤول عليه، فيكون المدخل إليه منه لا منها، لأن هذا سبب صار فرضك بسبب من الأسباب. كل محاصر أن يتعاطى سببا، فلا يمكن أن يقول أنا أعزمها كيف وأنت منقطع عن الأسباب. تعلق صرفك بالله الذي لا تعجزه الأشياء. شرح الله صدر الزيد بن ثابت، مثل الأشياء فيها عرض وليس فرض، فهذا خليفة فاروق يعرض على الخليفة ويناقشه ويشرح له ليطمئن قلبه إلى ما يلقي عليه ويريده منه، وهذا الآخر الذي طولب من الخلافة يعرض عليه الأمر وترك له الفسحة ثم يبين له، إلى أن ترجع عنده فائزة هذا الأمر فيأخذ فيه. انظروا إلى علاقة الصحابة فيما بينهم، قمة وقاعدة، أئمة وأهل شورى. قال فانطلق زيد بشرطه الذي اشترطه على نفسه، ويقول والله لقد كلفوني ما نقل الجبال صم من مقارها أهون علي من فعلها. توتقنا من القرآن المنزل على رسول الله صم، أنا واحد. وزيادة أخرى من الأشياء التي رشحت زيد للجمع، وهنا الجمع ليس في مصحف وإنما الجمع في صحف، تبوا معي فرقوا بين الجمعين، جمع في الصحف هذا جمع الصديق، وجمع في مصحف هذا جمع الإمام عثمان مسمى بالمصحف الإمام. الآن بشدد الجمع في صحف، مما رشح به زيد بن ثابت أنه كان ممن قرأ بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد العرضتين اللي يدعى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ولم ينزل عليه بعده ما شيء يذكر 6 أشهر. بل إن بعض النقلة ذكر أنه حضر العرضتين، وهذا يكون كرامة لزيد أنه حضر هذه العرضتين استبح ولا يرى الملك ليسمع من النبي صلى الله عليه وسلم عرضتيه معا، فكان لهذا الحضور ميزته، ولزيد خصوصيته وخاصيته ومنقبته في هذا، رشحته إلى أن يتقى حفظه أولا على العرضة، والذي سيجعله أهلا حتى للإشراف على الجمع الثاني، إلا أنه في لجنة أوسع ليس وحيدا مع نفر قرشيين 3 سيجون إن شاء الله بيان لجنة الكتابة مصاحف الأئمة الـ5. ما هو المنهج الذي شرع عليه زيد في جمع القرآن في الصحف؟ أخذ بمذهب الشاهدين، قال إذا جاءني أحد بوثيقة مكتوبة على كتف أو أجيب أو لخفة لابد من يأتيني بشاهدين معه شاهد آخر يشهد بأنها كتبت بين يدي رسول أو بمكتوب آخر، لأنه المكتوب كتاب قدر والمكتوب عليه متعدد، تنابي أنها مكتوبة في موضعين هي أو بما يقاربها، لأن هنا سيجمع القرآن في الصحف بالأحرف الـ7 على ما نحاه الشاطبي رحمه الله حتى استتم له بالأحرف الـ7 في العليا كما اشتهر. يعني ما بقي منها وما حصل، ما كتب، كل ما كتب كان يشترط قيل شاهدان حفظ صاحبها والمكتوب الذي كتب منه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل شاهد الحفظ والكتابة وقيل شاهدا كتابة من كاتبي، وهذا هو الأقرب والأنسب لقوله استدل عليهما بشاهدين أو بعدلين رجلين شهدان بأن هذا المكتوب كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا أخذ يجمع
في مدة الصديق قريبا من زمان التولية، كله تصدف إليه حشيدة أكمله جمع، جمعه غير مرتب الصور، جمعه بما تيسر من أحرف غير مرتب الصور، جمعه في صحف لا في مصحف ولا بين دفتين. فإذا ماذا فعل الشيء؟ واحد القلم، لأن الكاتب واحد هنا هذا ما كانت الأقلام متعددة، ووحد المكتوب عليه وهو الورق هذا ما كان مختلفا، كتف ولخاف، اكتاف ولخاف وأديم واحد كتب على الورق بقلم واحد. الآن هي نحن الآن في اتجاه توحيد المكتوب، نحن نسمى قرآنا لأن حديث التوحيد وآياته التي تدعونا إلى لا نختلف في القرآن، ولا يكون القرآن سببا للتنازع كثيرة وكثيرة جدا، لأنه حتى إذا وصلنا إلى أن بعض الأحرف نسخت بإجماع الصحابة لا يعترض معترض ليقول لنا إن الجمع إن الإجماع لا ينسخ، ينسخ لأن مستنده نص، وهي نصوص الجمع والحصيات للكتاب، ولذا اختلفوا في الكتاب إلى في شقاق بعيد. أين يضع زيد مصحف هذه الصحف؟ جاء بها الخليفة التي كلفه فنظر فيها واستحسنها ووضعها عنده لعدم الحاجة إليها، فالقراءات منتشرة وكل يقرأ كما علم، وليس هناك ثم ما يدعو لحاجة في استحضارها أو اعتمادها أو نشرها، قرأوا كما علمتم حاكمة، والإسناد المقروء النبي تلقى القرآن مقروءا وأوصى بقراءته، وحفظ الصدر هو الأصل الأول، استمر. انتهت خلافة الصديق رضي الله عنه وجاءت خلافة الفاروق طويلة 12 سنة وتزيد قليلا، ومصحف عند الفاروق أو دعاه عنده لأنه أمانة كبرى، الخليفة وضعه عند الخليفة الموالي أمانة هذه كبرى. ثم لما أراد أن يوجع فاروق حس مطوعين دعا ابنته حفصة لأن هي وصيته فيما ترك، هكذا يقول الأئمة بترجمه، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت أبو الفاروق، فوضع عندها هذه الأمانة مسمى صحف الصديق، وبقي عندها إلى هذه الخليفة ذي النورين. حصلت وقعت واقعة في مغازي تشعت وقعة الإسلام والفتوح، وانتهت إلى أن توغلت فيما يسمى اليوم بأراضي القوقاز والاتحاد السوفيتي القديم، أذربيجان أرمينيا، وكان من بين الأمراء الحرب هناك سيدنا حذيفة بن اليمان وهو من أصحاب السر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصهم بأحاديث الملاحم والفتن، هذا شيء ينبغي أن تعرفوا خصوصيات الصحابة ومناقبهم، وقد أفرد للمناقب كتب في السنن، مناقب الصحابة فيها فضائلهم وما خصوا به، منها سيدنا حذيفة، ومعظم حديث الملاحم والفتن تجيء من حديث، ومنه حديث رفع الأمانة ووضع الأمانة من نقلها حذيفة في الصحيح، شوش رسول الله سمع عن وضع الأمانة فأجابني فسألت ورفع الأمانة فأجابني، والحديث غاية في التحذير وفي الاستشراف ما ينبغي أن يكون محظورا منه في زمنة الفتنة. ماذا حصل؟ أهل العراق وأهل الشام وهم أجناد جنود هناك يصلي بعضهم خلف بعض ويقرأوا بعضهم على بعض، والقرآن كشان الأمة الإسلامية حافظة وحاملة، وكان المسلمون إذا فتحوا حملوا القراء والأئمة وخلفوا في كل أرض مفتوحة قراء يقرؤون وأئمة يعلمون ويفتون، وهكذا كان، ما كان الفتح قهرا واستعمارا أبدا، وإنما كان فتحا، فتح القلوب
وإنارته. هكذا كان، فإن حرف شيء منه في تاريخنا فينبغي لا يكون حجة علينا ولا على الإسلام. انتبهوا، أصل في الفتوح هكذا، إذا جاء نصر الله والفتح، نصر غلبة والفتح تقبل للإسلام. انتبهوا، عشان تغلب العدو تعاقب القهر، مش هذا اللي يستمر القهر عليه، لا، وإنما لتفتح ما بينك وبينه، وهذه فتح الديار، فتح أهلها، فتح قلوبهم لتقبل الشريعة والنبوة. ولذلك لاحظوا أن حتى في الفتوح التي عندنا في الغرب الإسلامي كانت على أيدي برابرة، طارق بن زياد زيد، والله هنا أهل بلد طريف الذي يسمى به مدينة الطريف، كان من أهل البلد، والذين خدموا اللغة كانوا من البلاد المفتوحة، سيبويه عجبي، معظم القراء الذين قالوا القرآن أصولهم أعجمية، 5 من 7 أصولهم. أبو عمرهم وليحصبي بن عامر صريح عربي صريح، وباقيهم أحاط به الولا. ولا تدركوا أن هذا الإسلام خدم من غير أهله أكثر مما خدم من أهله بين قوسين. القرآن أهل الإسلام هم حملته، والمؤمنون به ومدافع عنه أينما كانوا. فإذا حنان الآن مع ذي النورين وكيف يستقبل الحجج، أن القراء هناك أخذ ينكر بعضهم قراءة البعض ويقول قراءتي هي الأصل وأنا قرأته على فلان، ولا يكتفي بأنه هذا قرأ به وهذا قرأ به، فأخذ كلنا يدعي أن قراءته هي الحق وهي الأصل وأن قراءة الآخر ليست كذلك. فلما لاحظ حذيفة هذا هو إمام الحرب، ما دخل ليحسم الأمر؟ إن الأمر أكبر من أن يحسم. إحنا كل شيء واحد الآن لاحظ هذا الخلاف، هو من نفسه بدأ يجادل وبدأ يكمر يكتر الخلاف ويكتر النزاع. قام إلى أمير المؤمنين من أذربيجان من حدود أرمينيا إلى المدينة عاصمة الخلافة، ولما يعني يغير لباس الحرب يدخل على عشان فيقول له أدرك الناس أن يختلفوا في الكتاب اختلاف أهل الكتاب فيضلوا ويلقوا، استنفر. فماذا حصل يا جماعة؟ ساعتها استدعى الزيد لعلمي بأنه جمع الصحف وأرسل إلى حفصة أمدينا بالصحف، أراد أن يقوم بعمل مشتهر وأن يجمع المتبقي من صحب النبي ليكتب القرآن كتابة توحد ولا تبدد، تجمع ولا تقصع، ولتكون مخرجا للكل. فلذلك لاحظوا ما سيكون عليه، من سيختار اللجنة الموسعة لكتابة مصحف الإمام، وكيف ستكون الآلاف المؤلفة حاضرة، وكيف سينجز هذا الإنجاز العظيم في بضع سنين، 5 إلى ما يقاربها من زمن خلافته عثمان رضي الله عنه. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما جعلوا به بيننا وبين معصيتك وطاعتك، ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، واجعل اللهم بسماعنا وابصارنا وقوتنا بدل ما بقيتنا وجعل الوارث منا ولا ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعلنا اماما ونورا وهدى ورحمه، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ورزقنا حلاوته وتلاوته انا ليل واطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، واستعملنا ولا تهجرنا، انت ولينا وخيرنا وارحمنا وانت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة انا هدنا اليك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين، آمين. والحمد لله رب العالمين.